قذيفة مدفعية من قوات النظام على قرية المغارة وهذا المنزل أدت إلى هذا الدمار، وأصيب هنا 3 أطفال مع أمهم. أسعفتهم فرق الدفاع المدني إلى النقاط الطبية القريبة. دمار جزئي بالمنزل نتيجة هذا الاستهداف. حتى اللحظة لم يعرف وضع الأطفال بعد استهدافهم. هناك إصابة خطيرة كما قال لنا أحد الأهالي الذين شاركوا بإسعاف الأطفال إلى المشافي والنقاط الطبية القريبة. هناك دمار جزئي بالمنزل، ويستمر تصعيد قوات النظام على قرى وبلدات جبل الزاوية، يدخل أسبوعه الثاني على التوالي. يوميا هناك استهدافات لقرى وبلدات في الجبل مع مشاركة للطائرات الحربية التي استهدفت البارحة والأمس 6 غارات على منطقة سرجة ومنطف، بالإضافة إلى أن هناك وجود لطائرات استطلاع، وهذه الطائرات لا تفارق سماء المنطقة وتعطي إحداثيات للمدفعية وراجمات الصواريخ لهذا الاستهداف لهذه المناطق هنا والقرى والبلدات في منطقة جبل الزاوية. تنتقل آلة القتل التابعة للنظام من مناطق إلى أخرى، من الريف الشرقي لإدلب إلى الريف الجنوبي إلى القسم الغربي والشرقي من جبل الزاوية. كل خطوط التماس مع قوات النظام اليوم تتعرض للتصعيد، وهناك حركة نزوح من المدنيين باتجاه مخيمات الشمال على الحدود السورية التركية نتيجة هذا التصعيد. قدرته منظمة منسقو الاستجابة بأنه أكثر من 2000 شخص نزحوا باتجاه مخيمات الشمال. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، جبل الزاوية، ريف إدلب.